السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج يا طيب الحاج، الحمد لله جد مطمئن. يا ربي ربي بغيت الهاتف نتكلم معك مباشرة. يا مرحبا خويا. مثقف واعي. يا مرحبا خويا محمد. بالهموم والسلطية دكتور. الله يفرج عليك خويا. الله يفرج عليك. صلي دابا بديت كنصلي إن شاء الله وكنقوم الليل. تبارك الله. نصلي صلاة الفجر. ولكن مازال مليء بالهموم، وصلت لحافة المهيار. الله 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 الله. البنية ديالي ما عطرش بها هذه 20 سنة. الزوجة ديالي نعيش هموم يومية ونعيش مشاكل يومية. الله الله الله. كنقرأ القرآن من عائلة محترمة، الوالدين مازالين في الحياة الله يشافيهم. الله يطول عمرهم. لكن راه بغيت الهاتف ونتكلم معك لأنني وصلت لواحد الحالة ديال الانهيار. لا إله إلا الله. واعي كنت في واحد المستوى، مازال أحس بمستوى لله الحمد، ولكن مازال ما طمأنش قلبي. بغيت دعاء خاص، بس دعاء خاص وبالهاتف إذا كان ممكن، لأن خصني علاج. راه كنعالج راسي بقراءة سورة ياسين كل صباح بعد صلاة الفجر. ما شاء الله. ولكن لحد الساعة مازال الحمد لله مازال طعم خير، ولكن مازال بغيت نتكلم معك. واخا سيدي محمد، مرحبا خويا مرحبا. انا عطيتك الهاتف دابا الان، غندوز لك الستوندار، غنعطيك الهاتف ان شاء الله ونتواصل اخويا محمد. كنبغي نقول لك انه لا داعي للقلق كثيرا، لكل مشكله لها حل. ما تخافش، ما نكبروش المسائل كثيره. مهما كانت هذه المشاكل الاسريه وهذه 20 سنه وانت ما شفتش بنتك، راه لكل مشكله حل. غنخدموا عقلنا وغنستشروا مع الناس اللي عندهم الخبره وعندهم المهاره، غيدلونا على الطرق والتقنيات باش نوصلوا للحق ديالنا. الا وصلنا ليه فبها ونعمت، ما وصلناش ليه انت سيدي محمد راك خديتي الطريق التي بها فيها المفاتيح. راه المفاتيح هو انك بديتي كتصلي، هذه نعمه. هذه الصلاه كتصلي راه في حد ذاتها مكسب عظيم ونجاح باهر، لانك اقتربت من الله. لولا ربما هذه الهموم اللي عندك وهذه المشاكل، ربما ما صليت وما قمت الليل. شحال ديال الناس دابا الان هانيين ما كيقوموا الليل، كيضل النهار كامل هو يا خدام، وفي المساء كيسهر مع راسو وكيضرب بواحد الناس حتى الصباح. الا بغى ربي عز وجل شي واحد يقوم بين يديه كيهيئ ليه الاسباب، ومن بين الاسباب ان الانسان يبتلى. هذا اللي صابك اخويا محمد، ابتلاء ابتلاء، وربي عز وجل اراد ان يقيمك بين يديه، وقد اقامك وقمت فانت فائز. أنت فائز بإذن الله. من اللي تكون في اللحظة ديال قيام الليل وأنت ساجد بين يديه، راك ساجد بين يدي ملك الملوك. تصور معايا لو كنت ساجد أو كنت في حضرة واحد الإنسان عنده سلطة عليا في البلاد، وقال لك اطلب ما تشاء وعنده غينفذها، غتقول لي أنا ضرني كذا وكذا كذا وبغيت كذا وكذا وكذا، غادي يقول لك السمع والطاعة وغادي ينفذ لك. هذا غير بشر مخلوق وكيقدم هذه الخدمات، فما بالك وانت قائم بين يدي ملك الملوك. ملك الملوك هو اللي عرض الخدمات ديالو. ربي عز وجل ماذا قال؟ ادعوني استجب لكم. هو اللي قال لنا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب العباد كيقدم هذه الخدمات، كيقول لهم تعالوا عندي. وان شاء الله تعالى في السجود غتلقى بان الله عز وجل غادي يبدا يمهد لك. ربما المراحل الاولى ما تلقاش جواب، وان دل ذلك على شيء الله بغى يختبرك، واش انت كتعبد لذاته لجلاله لكماله، ولا غير صفقه تجاريه بغيت تقضيها وتنصرف. اذا بقيتي ثابت على الموقف وبقيتي مازال صابر وافوض امري الى الله، كن مطمئن يا اخي محمد. ما هي الا اياما أو أسابيع معدودات أو فترة يحددها رب العباد، وغتلقى بأن الخير يعم عليك، وغتلقى بأن الحظ السعيد يطرق بابك، وغتلقى بأن رايتك مرفوعة وكلمتك مسموعة ودائما حاجتك منصورة بأمر الله تعالى ومقضية. الله يكمل لك الرجاء أخي محمد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.